14 أو لما طلب الشعب المصري تغيير الواقع اللي كان موجود اللي أفرزته الأحداث والانتخابات في الوقت دوت. ويمكن كتير مننا بيقول هو المسلسل اللي اتعمل ده كان الهدف منه إيه؟ الهدف منه إن احنا نسجل بأمانة وإخلاص وشرف في وقت بينعدم فيه الشرف والصدق، ينعدم فيه احنا بنزايد كتير، لكن احنا كنا حريصين. وانا اقدر اكد لكم ان على الاقل كل كلمه اتقالت في الوقت ده مع الناس الكبار يعني بمنتهى الدقه ده اللي حصل. طب معقول ان حد يبقى مختلف مع حد في افكاره يساعده؟ يساعده ليه؟ طب يتآمر؟ ما يتآمرش ليه؟ ما يتآمرش ليه؟ مش كده ولا ايه؟ لا والله، وانا بحلف بالله ابدا. وسبب النجاح وسبب التغيير ان لا كان في تآمر ولا في خيانه ولا في عدم اخلاص، لان الاخلاص ما كانش لحد، الاخلاص كان لله وللوطن ده اللي ما يتحملش اكتر من كده. يعني انا لما اجي اقف الوقفه ديت مع الرئيس مرسي الله يرحمه، انا بقف مع مصر. بقف مع مين؟ مع مصر. لو اتامرت عليه بعد ما تولى يبقى انا اتامرت على مصر، يبقى انا ايه؟ اتأمرت على البلد، تأمرت على 100 مليون، ضيعت حياة ومستقبل واستقرار 100 مليون. الحب هنا ملوش مكان، الفكر هنا ملوش مكان، الإخلاص والأمانة والشرف من أجل بناء وحماية وطن. وأنا بقول لكم والآخر، إحنا في يوم من الأيام ربنا سبحانه وتعالى هنقف قدامه، وكل واحد مننا بما فيهم أنا هتسأل على كل كلمة وكل فعل أنا فعلته في حياتي كلها، وطبعا في الفترة المهمة ديت. عايز أقول لكم إن